الكلي. تشوف انت البرامج اللي موجوده في قناه تونس ما ثمش برنامج وحيد اللي موجود يحكي على البؤس وعلى المشاكل في وهذا اللي موجود في قنوات في اخرى قنوات اخرى, في أخرى باش للبكاء والدموع وكل شيء, لان تعرف الوضعيه نتاع تونس ربما اليوم تبعث فريق نتاع انتاج ولا فريق نتاع تصوير يمشي لاي اقرب معناها بلده لهنا يلقى مأساة معنا في العائلة التونسية تصوير المآسي ولات في المحكاية. أنا مع الفويوريزم هذا متاع القنوات أنا ما نش فيه بكل مثلا شنية من البرامج اللي ترى فيها فويوريزم كبير؟ أنا ما نحبش فويوريزم مثال, أنا مع كل احترامي مثال سي على شابي في عندي ما نقول لك رائل البرنامج فيه برشا فويوريزم, المسامح كريم فيه فويوريزم, برشا برامج فيها فويوريزم من ناحية هاي ناجحة البرامج يتفرجوا فيها برشا التوانسة. كيفاش تقيم الشيء هذا؟ عنده إقبال كبير البرامج هذا, برنامج على الشابي من أكثر البرامج الناس تتفرج فيه في تونس. ولكن أنا شخصيا لوديمات سامحني أنا أجودوي لو كان باش إنسان قلد نفس البرامج هذه معقول مش يكون عندك قديمات, لأن الناس تحب كالكوبا تلقى نوع من معالجة المشاكل الشخصية متاعها عن طريق البؤس والمأساة متاع عائلات أخرى. ولكن أنا هذا مش كانش التمشي متاع القناة متاعنا. اليوم القناة كما قلت لك الخط التحرير متاعها شبابي, ونجم نقول لك شبابي وفي نفس الوقت عنده خط تحريري اللي بكل موضوعية وبكل نزاهة وجميع معناه نتحدى أي شخص. يقولوا برامج الفويوريزم سي عبد الحميد كيفاش نترجموها بالدرجة التونسية؟ يعني شي يحب يقول فويوريزم خلي المواطن اللي يسمع فينا يفهم. الفويوريزم هو الإنسان اللي يحب معناه يدخل دار الناس فميكا ويشوف المشاكل متاعهم اللي هو ربما اللولانج سال متاعهم يظهر على برا, فهمت؟